مرحبا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، وكما كل يوم لدينا المزيد من الأخبار التي شغلت ساحات التواصل الاجتماعي. سيكون معنا أربعة عناوين في حلقة تواصل دوت كوم لهذا اليوم، والبداية في العنوان الأول. مشاهدينا، في ذي قار تواصل واتساع في حجم التظاهرات رفضا لمشروع خصخصة قطاع الكهرباء. إلى طوز خرماتو، وهناك جرائم لا تتوقف عنوانها ميليشيا الحشد واعتداءات على مواطنين مسيحيين من قبل الميليشيا. في العنوان الثالث، ظاهرة إحراق السيارات في تواصل وازدياد في العاصمة ومناطق أخرى، والظاهرة يستمر تقييدها ضد مجهولين. أما العنوان الأخير فهو عن الهوسات، وهي وظيفة ابتدعها كثيرون ليحصلوا على فتات المال المقدم لهم من قبل مسؤولين. إذن في ذي قار تتواصل التظاهرات رفضاً لخصخصة قطاع الكهرباء، ومواطنون عبروا عن استيائهم من وصوف سابقة اتهمهم بها العبادي حين قال إن الذين يخرجون في ذي قار هم عصابات. تعالوا نذهب لنعرف هل هم عصابات كما يقول أم مواطنون منهكون من سياسات الاستغلال المتواصلة. الرسالة موجهة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي. قبل فترة من المؤتمرات مالتك الأسبوعية المخصصة لحكومتك الفاشلة ونعجت فيها محافظ ذي قار، وقلت هذولا عبارة عن عصابات وعبارة عن مرتزقة وعبارة عن أصحاب مولدات وعبارة عن محسوبين على السياسيين. الحمد لله والشكر، هاي الناس اللي واقفة اللي ضحت بأولادها بعوائلها بأبنائها مو متحزبة، لأن يعني الدليل على هذا ما عندنا واحد حزبي يطلع لين، كلهم الأحزاب مستفيدين، كلها مستفيدين. أما هاي الناس اللي طلعت هذه المظلومة اللي قاعدين بالحواسيب أو قاعدين بالزراعي أو قاعدين بالصحراء، هاي اللي جاي يشاهد حتى أولادهم جاي يأكلون من القمامة، والله العظيم ما يشرفون العراق يصيرون حكومة أنتم عليها، ما يشرفون الشعب يصيرون أنتم رئاسة علينا. الشعب أصدق من ساسة يحترفون الكذب، ولم يأتوا إلا بالعذاب ومزيد من الأعباء لمواطنين ملوا وتعبوا كثيراً. وما من بادرة تقول إن الغد سيكون أحسن. نستمع إلى ما تبقى من شكوى المواطنين في ذي قار. أنتم زمرة من الفاسدين، العصابة ليست الشعب العصابة، أنتم عصابة، لأن أنتم استوليتوا على بلد بخيراته ونهبتوه. أنتم من تهددوننا، وقبل كم يوم صدرتوا أوامر علينا قبل هذول أمامكم، إحنا الناشطين نموت يجون غيرنا يموتون يكملون. بس نقول لكم شيء واحد، والله هذه أول انطلاق الشرارة، شوفوا هاي النيران. الشرارة الثانية يا العبادي، أريد إحنا كنا قبل نوجه لك احترام لأن أنت تقول نحارب الفاسدين، ولكن مع الأسف صرت أنت مع الفاسدين، والدليل على ذلك هذا اللي جاي تقوم به هو من نوع من الفساد اللي شرعنتوه من حكومتكم أنتم الظالمة. راح نقول لك راح نصعد. حسبنا الله ونعم الوكيل. ليس هذا كل ما يحدث في التظاهرات التي ترفض الخصخصة، انظروا إلى القوات الحكومية الآن كيف تتعامل مع الناس المحتجين. ويأتي العبادي ويقول أنا مع الاحتجاج السلمي وحق المتظاهرين بالتعبير عن آرائهم. هذا المقطع يوضح جزءا من الحرية وكيف يفهمها العبادي، نتابع الآن. لا تعليق بعد ما رأيتم من حالة غضب ما زالت تزداد في الشارع العراقي. إلى طوز خرماتو الآن.
ميليشيا الحشد هناك تطلق النار بصورة عشوائية في السوق المركزي للقضاء. تعالوا نشاهد ما حدث هناك ومن ثم لنا عودة. لا تلمير طبعاً الأمم المتحدة طالبت بإجراء تحقيق في مثل هذه الانتهاكات وانتهاكات غيرها، وكالعادة لا حياة لمن تنادي. في اليوم الماضي طبعاً اليوم السابق عرضنا عليكم مقطع فيديو لمواطن مسيحي يتحدث عن مجموعة يرتدي أفرادها الزي الزيتوني، وهو زي الميليشيات كما تعلمون. أحد عناصر هذه الميليشيات رمى أو ألقى نفسه أمام سيارة هذا الرجل المسيحي وطلبه بعدها بتعويض مالي. بعد ذلك صورت الميليشيا مقطعاً جديداً مع الرجل حتى تبرئ ساحتها من محاولة ابتزازه ومضايقته في المال. دعونا نتابع الآن ما حدث. المسيحي اللي جزاه الله الخير اجى يبرئ موقفنا أمام التواصل الاجتماعي، أولاً أمام الله وأمام التواصل الاجتماعي على الموقف اللي صار وياه. أكو عصابة ابتزاز رادت منه فلوس وراح يسولف لكم. هاي كنت ماشي بشارع بالشارع اشوف هذول اثنين جيتوا على السيارة، انطخت ايده بالسيارة، فأنا رحت دار استدار اشوف لحقني واحد ابو تاكسي قال لي يابا ضربت الولد اجوا هذيك هاي الحروف ارجع عليهم، رجعت عليهم وصلتهم قال لي انا ضربت ايدي وما ادري شنو هاي ودوني للكندي، فاخذتهم وديتهم للكندي وقفت الباب الكندي ما نزلوني، واحد قاعد وياي بالسيارة ما نزل، قلت له خلينا ننزل عليهم، قال لي لا هم سيج هو سيج. ولا شوي جاب التاكسي قال إذا انكسرت وش اسمه تعال وراي. يا سبحان الله يحيطونه من الجانبين. لاحظتم ملامح الرجل وهو يتكلم؟ إنهم باختصار يريدون تقييد الحدث ضد مجهول، كي لا يقال إنهم يمارسون البلطجة والظلم علانية ضد المواطنين في كل مكان. إلى مزيد من الفوضى المتواصلة بإحراق السيارات للأسف ونسبها إلى مجهولين أيضا، نتابع المقطع الذي لربما أصبح الشارع العراقي معتادا على أمثاله. مقطع جديد لحرق سيارة جديدة لمواطن، نتابع المقطع ومن ثم لا نعود. بس عاد هو الولد جاي يصور هاي شايل الجريكان ب 20 شلون يطلع؟ اي ضرب الجريكان شعر شي بيده شو ماله؟ قبط الله اكبر عليك ان شاء الله بعد ما كل شيء. طبعا هذه الحادثة الثالثة من نوعها في البصرة والرابعة في بغداد، وهي ظاهرة تتجاوز الفعل الفردي، ما يعزز فكرة أن القوات الحكومية غير معنية بحقوق المواطنين. إلى المقطع الآخر الآن الذي سيظهر أمامكم الآن على الشاشة، وأنا أحدثكم عن هذه الكارثة التي ما زالت بازدياد مضطرد في العراق للأسف. طبعا الناس بعدما ملت من عدم اهتمام القوات الحكومية بمحاسبة الجناة منتصف عام 2016، الآن كما سيظهر أمامي هنا على الشاشة، الناس حينما ملوا من عدم استجابة القوات الحكومية لهم حينما قتل رجل يوما في سوبر ماركت مسلحون قتلوه أهله، لاحقا أنشأوا هذه الصفحة على فيسبوك ونشروها من خلال إعلانات ممولة تحتوي عملية القتل وصور الجنى، وعرضوا من خلال هذه الصفحة مكافأة مادية قدرها 25 مليون دينار عراقي لمن يدلي بمعلومات عن الجنى. وهذا يطرح سؤالاً، مفاده
بعد عام ونصف، ألم تتعرف الجهات المعنية بعد في الحكومة الحالية على القتلة؟ أم أن الأمر لا يعنيها؟ أم أنها تدرك من يكونون وتتستر عليهم؟ أسئلة إجاباتها معروفة لدى الجمهور العراقي بأكمله. نذهب الآن إلى الخبر الرابع أو العنوان الرابع في فقرة الأخبار التي انتقيناها لكم من مختلف تفاعلاتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لمهوستشية كما يقول العراقيون، لمهوستشية هذه، وهم الذين يطلقون الهتافات ويكيلون المديح لكل من هب ودب، لمسؤولين ومرشحين، مقابل ماذا؟ مقابل ثمن بخس. تعالوا نتابع هذا المقطع المصور الذي يبين بشكل أكثر وضوحا طبيعة لمهوستشية. وأنت نور للنجوم يرقى، كلما اجتمعوا بحقد عليك الله ينثرهم ويسحقهم سحقا، يا زعيما فوق قلوب ترقى. خاف أقول أنمية أهلا والهلا كلش قليل، سيد بها ما تظل هموم عدنا لا وحق ذاك الكفيل. وانت رباط بيت الجود، وانت فخرنا لليالي السود، معدل والله معدل، انت الطيب ابن الطيب راعي الزود، معدل والله معدل. يوم الغالب صاحت، يوم الغالب صاحت، والسلام عليكم ورحمة. في العراق أصبح كل شيء ممكن، ليس فقط مهنة لمهوستشية. إلى فقرة آراءكم الآن. وفي فيسبوك كشفت رابطة الطيارين العراقيين للمرة الأولى عن أسرار طائرة الخطوط الجوية العراقية التي تعرضت للاختطاف عام 1986 كما تذكرون، وهي كانت تقوم في ذلك الحين برحلة عادية بين بغداد والعاصمة الأردنية عمان. عبد الجبار العتابي من بغداد قال إنه بعد مضي نحو 28 عاماً على اختطاف الطائرة المدنية العراقية، كشف طيارون عراقيون وقائع ما تعرضت له هذه الطائرة المنكوبة التي جرى التعتيم على تفاصيلها. ونشر موقع رابطة الطيارين العراقيين صوراً للطائرة وطاقمها الحقيقي في ذلك الحين وتفاصيل القصة كما رواها الطيارون، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن الحادث الذي اتهمت الحكومة العراقية حينها إيران به بسبب الحرب التي كانت مستعرة بين البلدين. وحينها أعلنت منظمة الجهاد الإسلامي المنبثقة عن ميليشيا حزب الله اللبنانية، وكان يقف على هذه المنظمة الجهاد الإسلامي عماد مغنية وآخرون، حينها ظهرت معلومات من خلال بعض الخاطفين وبعض نتائج التحقيق تؤكد أن ميليشيا حزب الله اللبناني تقف وراء هذه العملية. الآن دعونا ننتقل وإياكم إلى الصور التي نشرت وتحدثت عن هذه الجريمة، جريمة اختطاف الطائرة العراقية عام 86. كما يظهر أمامكم هيكل الطائرة العراقية وعليها مدون الخطوط الجوية العراقية، وعلى ما يبدو أنها سقطت في منطقة صحراوية، هي سقطت في منطقة عرعر القريبة من السعودية، بعد ذلك توجه وفد عراقي واستلم من هناك جثث 70 من القتلى، ومن ضمنهم عدد ممن كانوا داخل الطائرة، يعني من طاقم هذه الطائرة، يعني العراقيون الذين تفاعلوا مع هذه القضية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي كتبوا على موقع فيسبوك وتفاعلوا مع هذا الموضوع في ذكراه الجديدة. تعالوا معا نقرأ عليكم بعض المنشورات التي كتبت تعليقا على هذه الحادثة في ذكرى اختطاف الطائرة. نذهب إلى المنشور الأول الآن، كتبه أكثم، يقول: في ذلك الحادث ذهب ضحيته أكثر من 30 ضابطاً شاباً من البحرية العراقية، كانوا ذاهبين في دورة إلى إيطاليا، ومن ضمنهم ابن جارنا رحمه الله.
أكثم هنا يذكر المتابعين والمواطنين العراقيين أن على متن هذه الطائرة كان هناك عدد من العسكريين كانوا قد توجهوا أو كانوا ينوون التوجه إلى إيطاليا من أجل خوض دورة عسكرية، بعد ذلك يعودوا إلى بلادهم لممارسة ومزاولة هذه المهنة وهم ضباط، ولكن يعني سبقهم القدر إلى تعليق جديد الآن لذكرى اختطاف الطائرة العراقية. نصر يكتب: المجد والخلود لشهداء العراق والخزي والعار لحزب الشيطان قاتل المدنيين الأبرياء. نصر هنا يريد الإشارة بشكل أو بآخر لميليشيا حزب الله اللبنانية، والتي يعني من نتائج التحقيق تبين بعد اعترافات أدلى بها بعض من تم الإمساك بهم وكانوا على متن تلك الطائرة المخطوفة، تبين أنهم يتبعون منظمة اسمها الجهاد الإسلامي، وهي منظمة لبنانية، وهذه المنظمة كان يقف عليها مثل ما أخبرناكم عماد مغنية، وعماد مغنية معروف أنه من ميليشيا حزب الله. إلى منشور جديد فيما يتعلق بذكرى الطائرة المخطوفة، الطائرة العراقية. أحمد علي يكتب: الله يرحم شهداء العراق المخلصين لبلدهم العراق العظيم، مو مثل هالوقت راح التحق بهالميليشيا ونقتل وسموه شهيد ونقتل وسموه شهيد، والله يدافع على المقدس، والله يدافع على المقدسات وهو أمر بأمرة غير دولة. يعني باختصار هذا الشاب يقارن ما بين العراق بالأمس والعراق اليوم وكيف أصبح حال أبنائه. كانوا في البداية يعملون من أجله، يتوجهون أو حاولوا التوجه من خلال هذه الطائرة للسفر والعودة للعراق خدمة لأهل العراق، ولكن للأسف اليوم نجد من يشحذ سلاحه على أهل العراق وليس من أجلهم. إلى تعليق جديد كتبه سامي: هذه هي حقيقة إيران الغدر التي يدافع عنها من يدافع فقط بدافع طائفي مقيت، وهؤلاء لا يمثلون أي طائفة من العراقيين الشرفاء، إنها طائرة مدنية، أليس هذا عمل إرهابي؟ سامي يتساءل ويسأل إيران: أليس هذا عمل إرهابي؟ يتساءل ويسأل ميليشيا حزب الله: أليس هذا عمل إرهابي؟ قتل أكثر من 70 عراقيا على متن طائرة عراقية. إلى منشور جديد في هذا الموضوع كتبت سحر: شوكت إيران تعوفنا بحالنا، الله يرحم شهداء العراق. سحر تؤكد أيضا أن هناك تدخلا إيرانيا سافرا في الداخل العراقي، ليس اليوم فقط وليس من خلال أذنابها وذيولها وأذرعها التي تعمل على خدمتها وخدمة أجندتها ومشروعها في المنطقة اليوم فقط، لا، وإنما منذ سنوات طويلة. على ما أعتقد ظل معنا الآن منشور واحد، الآن لدينا آخر منشور في هذا الموضوع. سيف آغا يكتب: حزب الله هو المسؤول عن هذه الحادثة ولدي التحقيق كامل، سرق من ملفات دائرة أمن بغداد العامة إبان سقوط بغداد سنة 2003. سيف يقول إن هناك معلومة تؤكد أن ميليشيا حزب الله اللبنانية هم الذين وراء اختطاف الطائرة العراقية التي راح ضحية اختطافها ما يزيد عن 70 من أبناء العراق. بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى تويتر. هاشتاغ أمنيتي في 2018، على هذا الهاشتاغ غرد كثيرون من العراقيين من العرب، بيّنوا أمنياتهم في العام الجديد. بعض الأمنيات كانت أمنيات سياسية بتحسين الأحوال في المنطقة العربية، وبعض هذه الأمنيات كانت أمنيات اقتصادية أو مجتمعية، كبعضهم ممن تمنى وظيفة أو تمنى أن يكون له بيت في هذا العام الجديد. عموما نتمنى للجميع وفي إطار الأمنيات التي تتسق مع الفطرة الإنسانية السوية، نتمنى لأصحابها أن تتحقق أمنياتهم. نذهب ونقرأ عليكم التغريدة الأولى في هاشتاغ أمنيتي هذا العام. في التغريدة الأولى: أمنيتي في 2018، الكاتب سلمان البحيري كتب: أمنيتي في العام الجديد أن تتحرر فلسطين من المحتل الصهيوني، وتحرر العراق وسوريا ولبنان والأحواز واليمن وجزر الإمارات من المحتل الإيراني، وأن يعم السلام على أمتنا العربية كلها، وأن تتحقق أحلام الأمة بأكملها إن شاء الله. سلمان البحيري، هذه العقلية السوية، هذه الرؤية الوحدوية التي تحملها، لابد يعني إلا وأن كثيرين من العرب إن لم يكن
الأغلبية يشكرونك على مثل هذه الروح، أن نتحرر من المستعمر، أن نحرر قلوبنا قبل أن نتحرر من المستعمر، حتى تعود إلينا أوطاننا. إلى تغريدة جديدة في هذا الهاشتاج أمنيتي في 2018، نبيل القرني يكتب: والله العظيم من قلبي ومن دون مثالية، هلاك الخنزير بشار ورجوع سوريا حرة، هلاك الحوثيين واستقرار اليمن، خروج اليهود من فلسطين، استقرار العراق ورجوعها كما كانت، وأخيرا دمار إيران واستلام الأحواز الحكم بعد كذا، ما أبغي شيء والله. نبيل القرني أيضا يؤكد أن هناك طواغيت ينبغي أن نتمنى زوالهم وزوال حكمهم في عام 2018. هناك استبداد تمارسه إيران على المنطقة العربية، تحاول أن تمد أذرعها في المنطقة. نتمنى لهذه الأذرع أن يقوضها العرب بوحدتهم وليس بفرقتهم. هذا ما يتمناه كل مسلم وكل عربي في عام 2018. إلى تغريدة جديدة الآن، وسام تكتب أو يكتب: أن يزهر العراق ربيعاً فيبصره أهل الشام وهم على نصر على الطاغي وزمانيته، يقولون قد أزهر العراق ربيعاً شامخاً ونحن بعز الله انتصرنا، فتسمع بخبرهم مصر وهي حينئذ منتصرة ومن جاورها، فيقولون معاً هيا لنصرة بيت المقدس، لا تستهينوا بذلك وما ذلك على الله بعزيز. أمنية وسام في 2018 أن نصرة الأمة العربية والإسلامية والمنطقة جمعاء تبدأ من العراق. يتمنى أو تتمنى وسام، والاعتذار له أو لها، يتمنى أو تتمنى أن يكون الانتصار للأمة ابتداء من حرية وتحرير العراق. إلى التغريدة الأخيرة الآن في هذا الموضوع، نعم لدينا تغريدة من محمد. يقول محمد: تنتهي أزمة الخليج، هي أمنيته أن تنتهي أزمة الخليج وأزمة اليمن وسوريا، أن يزدهر العراق منبع العلم، أن تكون أمة محمد كما أرادها نبينا عليه الصلاة والسلام، موحدة لا شقاق فيها ولا فتن. هي أمنية كل مسلم وعربي غيور يا محمد. بطبيعة الحال نتمنى للجميع أن تتحقق أمنياتهم الجميلة الوحدوية في عام 2018، وأن تكون سنة خير علينا وعليكم جميعا. بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى الفقرة الأخيرة في تواصل دوت كوم، وهي فقرة المقاطع المصورة. في فقرة المقاطع المصورة اخترنا لكم مقطعاً مميزاً. عهد التميمي، فتاة فلسطينية قهرت وأغاظت السجان الصهيوني، كيف ذلك؟ نتابع جانباً من قصتها حتى نتعرف عليها. بس أنا لما أشوف كل يوم مستوطن بيسبح بأرضي فالإشي بيكهرني. يجبر الاحتلال الأيادي الناعمة أن تصبح شرسة، ليس حباً بالطغيان وإنما
لتنتزع حقها من بين أنياب محتل ظالم. مشاهدينا الكرام، بهذا المشهد البطولي نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام عدد هذا اليوم من تواصل دوت كوم. لاحقا ألتقيكم وعدد جديد بإذن الله. السلام عليكم.